الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ولا المحافظة على الموروث التاريخي الثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني نقوم سنقود أبث المديرية المجاهدين إلا بتسليم مقتنيات متحفية مرتبطة بثورة التحرير الوطني. وهذه المقتنيات المتحفية عبارة عن وصية أمرت المجاهد السيدة بن عطلة فتيحة، هذه كان زوجها مجاهد السيد زيادي بن عمار عضو المنظمة المدنية جبهة التحرير الوطني. قبل كان ليت وفاق الصحاب اللي هذه الملابس كان يرتديها خلال جيش التحرير الوطني، وكان وصاها باش توضعها في المتحف للحفاظ على الذاكرة التاريخية. وهذه تاع مجاهد حي، هذا التواصل أول داخلة في كتاب التاريخ الثورة. لماذا؟ لأن هذه المقتنيات ورا معنا مجاهدين الحاج مختار والحاج هفري، وما على بالهم بان في وقت الثوره كان مجاهدين كانوا يرتدوا ملابس مش ملابس عاديه، كانت ملابس تدل على الثوره في تلك الفتره، وكانت الات تستعمل من طرف كذلك المجاهدين والشهداء الله يرحمهم. هذه المقتنيات هذه تدخل حاليا وتسلم اليوم مديرة المتحف الملائي لمشهد بنصف، وهذه حتى جميع الزائرين للمتحف تاعنا يطلع. ومن هذا الباب احنا ندعو جميع المجاهدين، اقول جميع المجاهدين والحاج مختار اولهم، اللي عندهم مقتنيات بيجيب لهم الماء، وعلى بالنا باللي عندهم مقتنيات بالنسبه ليه الثورة عزيزة عليه، حاج حفري كذلك، على بالي المجاهدين عندهم حوايج عزاز عليهم، لكن احنا ندعوهم. لأن هذه تبقى ذاكرتكم وذاكرة الجزائر، وهذه الحمس عليها. وهذه لماذا؟ لأن المتاحف وجدت لهذا الشيء، لتاريخ الثورة، لتاريخ الثورة. وإن شاء الله احنا نتواصلوا مع العملية هذه، ومن هذا المقام ندعو جميع المجاهدين اللي عندنا، جميع الأسر الثورية، أقول جميع الأسر الثورية، اللي عنده حاجة تدل على الثورة، اللي عنده حاجة، هذه تدخل في إطار كتابة تاريخ ثورة نوفمبر الخبيث. المهم الأمانة سلمت لك سيدتي الكريمة المتحف الولاية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في بداية سيدي المدير، سيد رئيس جمعية كبار المعتبر خلف التحرير، عمي حفري المنظمة شكري ليساف، شكري الناس جميع الموظفين على جميع العالم الزادة، كل عام وانتم بخير. في البداية نتمنى هذا العام إن شاء الله بخير وبعد الصحة وكل شيء في الجزائر إن شاء الله. إذا هذه مش المرة الأولى، هذه متواصلة مع مديرية المجاهدين، في كل مرة يعطونا مقتنيات أشياء متحفية اللي الآن نزيدو نضموها للمجموعة مثل الملابس والآلات اللي إن شاء الله غادي نعرضوها إحنا للزوار اللي جاتنا، ونعززو بهم الذاكرة الوطنية. وأيضا كما قلت سيدي المدير داخل اللي كلمت عليه، هذا بكتاب التاريخ الثورة التحريرية الأشياء هذه، وتكون نتمنى تكون يعني متواصلة إن شاء الله. على بالي تعاودت إن شاء الله تعززنا المجموعة. شوف احنا سيدة كريمة، احنا مرتبطين بالمجاهدين، نقولها قدامهم المجاهدين الحاج مختار والحاج هفري، لأن شوف كي نتكلم معاهم راني نتكلم عن المجاهدين ككل، لأن عرفان المجاهدين عندهم متأكدة، مش أنا متأكد. أنا قلت المجاهدين خاصة والحاج بلال السطي. معليش حنا لا لازم حاجه مهمه حاجه عفري، ما تنساناش رسائل مخطوطه ثاني غادي نجيبوهم لك. عندك كاين الامانه العلميه والامانه التاريخيه،
كل حاجه تحطيها نحطوا اصحابها يعطيك صح ونحطوا التاريخ ديال البلد باش انايا دوكا زاير انا ما نعرفكش ما نعرفش المتحف هذه ما نعرفهاش بصح كي نشوف قال انا التصوير من نوع التراس اللي مات يوم كذا هو امانه تاريخيه هذه امانه تاريخيه فكلوف لا انا على كل حال الناس ذكرتونا ذكرتكم كاع المؤمنين بس هذا الأول ما كانش كل اللباس مكمول المقاسم والديان يكون السروال من جهة والفيستال لازم تكون ميليتير السروال سيفيل الفيستال تكون ميليتير وقبل كاسكيت أهارها هنا أنا ما هي تشهد من الأولين اللي كانوا يستعملوها المجاهدين هذا شيء فضل عظيم صح ومن بعد كما قال سي المدير على الامانه في اللي تسلم وحنا سلمنا على المتحف احنا سلمنا في المتحف هنا كاين بندقيه صين ياك كاين قنابل واحد الخمسه تاع الالغام البيرسونال كاين صوار في وهران كيف كي كما قال سي زاد حتى العشره تاع الالغام فيهم بيدو تاع الماء فيهم الغام الاخرى تاع الرسول فيهم لكن بينهم باش معرض باش يفوتوا فيها معالي الوزير السي شريف عباس ربي يذكره بخير قفلوا عليهم تم شفنا لالا ستي كان جاي وفد رضهم واللي خدمه هو المرحوم السي الزبير من حمايد يقع النهار اللي شافوا حقه وشافوا الحاله هذيك استعجبوا خاصه تاع الاردن وفلسطين استعجبوا عاودوا قفلوا عليها في المتحف انا واش باقي لي في الدار باقي لي في الدار اللي يعني اخو كيما قالت السيده المديره المتحف انا متحف تاع الاسلاك في الشركه مازال راه مقول بالكهرباء والبايونات اينان جيش التحرير بايونات كانت فيها اينان اللي كنت استعملها للانهار هذوك يبقاو في الدار قبل ياك مازال خير والبركه بكم الله يعطيكم الصحه يعني الشيء اللي قايمه به المدير في المتحف هذا لكم الشكر جزيل من اخر عام احد وعرضوه ثلاث افلام فوريه هذا من انتاج وزاره المجاهدين تاع كريم بقاسم هذا بمناسبه العطله الشتويه للابناء وهذا الاسبوع الفيلم الطوري ذاك تبارك ان شاء الله غادي نولوا نديروا في كل العطل حنا نسموه هذه تقريبا في العطله الربعيه ان شاء الله وتكون تنظيم اكثر واحسن بافلام اكثر كذلك لان باش يبقاو الاولاد تاعنا متواصلين مع التاريخ مع الافلام تاع التاريخ هذه مهمه جدا ان شاء الله يسلمك الله يبارك فيك بارك الله فيك الجماعه تاع الحضور يعطيكم الصحه